منذ اليوم الأول استعدادا لاحتواء فيروس كورونا واحتمالات تسلله إلى المملكة. أنيط بالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتعامل مع هذا الفيروس، ومن خلال منظومة إدارة مخاطر تعتمد أحدث التقنيات والممارسات الفضلى عالميا. هذا ومشاهدينا يطلع المركز بدور محوري في توحيد وتنسيق الجهود بين الحكومة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى جميع الجهات ذات العلاقة بمكافحة فيروس كورونا. مع إنهاء الأردن أكثر من 700 ساعة من الحظر الشامل في الفترة منذ بدء أزمة كورونا ودخولها أراضي المملكة وحتى الآن، يعتبر احتواء الوباء ووقف انتشاره أمرا قريبا في ظل الإجراءات المتبعة وفق القرارات الصادرة بموجب قانون الدفاع. مركز إدارة الأزمات أنيطت له مهمة التعامل مع الجائحة وتداعياتها منذ اللحظة الأولى، ليتم تشكيل خلية كان لها الدور الأبرز ولعله الأوحد في إدارة واقع الحال في ظل الوباء. الفريق الحكومي على اختلاف وزاراته لعب دورا في تقييم الوضع في المحافظات كافة والتعامل مع التقارير الواردة من إداراتها بشكل يومي، وذلك وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الرامية إلى وضع حد للوباء ووقف تمدده على أرض الأردن. القرارات الصادرة من مركز إدارة الأزمات تبعا لأوامر الدفاع ساهمت في الحد من توسع رقعة الوباء على أرض المملكة، ما كان له الأثر الإيجابي على محدودية تسجيل الإصابات والوفيات في الأردن. خطط استراتيجية وآليات الاستجابة الإعلامية والمتابعة العملياتية والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، كلها واجبات حملها المركز على عاتقه لإدارة أزمة كورونا وفق أعلى المعايير والتدابير والإجراءات الاحترازية، على أمل الوصول إلى إعلان احتواء الوباء وإنهائه يخرج به المركز في وقت قريب. ولا مشاهدينا الحديث أكثر حول هذا الملف ودور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، انضم إلينا الآن هنا في الاستوديو المستشار الأول للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اللواء الركن المتقاعد جمال باشا المضاعين. جمال باشا يعطيك ألف عافية، نورنا ويعطيكم ألف عافية أنتم في إدارة الأزمات على كل هذا المجهود المبذول منذ هذا الفيروس، بدء انتشار هذا الفيروس في المملكة وقبل ذلك حتى في جهودكم المستمرة. باشا، نتحدث الآن عن دور المركز الوطني لإدارة الأزمات، نتحدث عن دوره، هو صاحب الدور الرئيسي والمحوري في إدارة هذه الأزمة، بالتالي نتحدث عن دوره منذ بداية هذه الأزمة، تفضل. بالبداية أود لفت الانتباه لنقطة، هو المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وهكذا ورد في كتاب التكليف السامي الذي بعث به جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم إلى سموي الأمير علي بن الحسين بتكليفه بإقامة المركز، وورد نصا في الرسالة أنه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. نعم. دور المركز هو سبق الأزمة، نحن لدينا خطط لمواجهة الأوبئة منذ عام 2017. هذه الخطط نحن لا نكتفي بوضع الخطط، ولكن نقوم بتأهيل المعنيين هنا في أجهزة الدولة المختلفة وليس في المركز نفسه، ونجري التمارين العملية على تطبيقها في حال حصول أي وباء لا قدر الله، ومن ضمنها وباء الكورونا. في الأزمة الحالية طبعا منذ البداية تبنى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم استراتيجية واضحة تسبق صحة الأردنيين على أي اعتبار آخر، وعليه سارت الإجراءات الحكومية التي عبرت عنها قرارات دولة رئيس الوزراء والإجراءات الحكومة، وكذلك إجراءات القوات المسلحة الأردنية كما ترونها من خلال خلية الأزمة العاملة داخل المركز. ومنذ البداية كانت توجيهات سمو رئيس المركز ونائبه مستشار جلالة الملك معالي الدكتور عبد الله طوقان واضحة بأن نكون جزءا فاعلا من منظومة إدارة الأزمة، فاعلا بمعنى أن نتكامل مع المؤسسات المعنية، نتعاون معها، نقدم الدعم الفني والدعم اللوجستي والدعم المعلوماتي. نعم. بكل أنواعه، وقد كان أداؤنا كما
كما تابعنا خلال الفترة الماضية. نعم. كان واضحا للجميع. نحن لسنا جهة منفذة، وبالتالي لا يستطيع المواطن أن يتتبع ما هي إجراءاتنا. الإجراءات تقوم بها المؤسسات المعنية. نحن نخطط، نحن نوفر قاعدة البيانات، نحن نوفر القاعدة التكنولوجية، نحن نطبق التمارين الفرضيات، نقدم التوصيات بمختلف مراحل الأزمة. أتوقع جمال باشا أيضا دور تشبيك ما بين جميع أركان الدولة، القوات المسلحة، الأجهزة الأمنية، الحكومة، كلهم يتحدون ضمن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. كما نصت الرسالة الملكية السامية والتي نستوحي منها المهمة في تشكيل المركز، أن نكون مركز تنسيق وتوحيد للجهود. نعم. وليس تنسيق فقط، بل علينا أن نتأكد من أن الجهود موحدة ومتكاملة. التنسيق وحده لا يكفي، لأن التنسيق بطبيعته غير ملزم، ولكن نحن معنيين بتوحيد الجهود أيضا. طيب، توحيد الجهود. الآن باشا ندخل بالتفاصيل والوضع الحالي في المملكة. الآن بدأنا نفتح القطاعات في العديد من القطاعات الصناعية والاقتصادية في المملكة بسبب الوضع الوبائي المستقر بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن 5 أيام دون أي إصابة بفضل الله، وهذا جهود كبيرة من الجميع كما قلت جمال باشا. ولكن أنا أتحدث عن ما هو المطلوب من إدارة الأزمات في أثناء فتح هذه القطاعات الاقتصادية، ونحن نتحدث عن وضع وبائي مستقر ولكن الكل يحذر لم تنتهي الأزمة بعد. الوضع الوبائي مستقر بمعنى تحت السيطرة، وقد نسيطر على الوضع الوبائي داخل الأردن، ولكن الأردن ليس بمعزل عن دول العالم. نحن نتعامل مع دول العالم المختلفة، دول الجوار والدول البعيدة، وبالتالي حتى لو سيطرنا على الوباء في الأردن فأن ذلك لا يعني انتهاء الأزمة. بشكل عام لا زال الوقت مبكرا للإطمئنان. نعم. ولكن إجراءات تخفيف الحظر هي ترتبط بمدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة. إجراءات السلامة العامة والتي في مقدمتها التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات وغيرها. نحن نسعى لأن يتحول هذا السلوك إلى منظومة مستدامة، أي نصل إلى مرحلة تسمى الممارسة المؤهلة. وبقدر ما يتقيد المواطنون طوعا بهذه الممارسات فأن تخفيف الحظر يصبح واردا، وبعكس ذلك لا يمكن تخفيف الحظر. تخفيف الحظر يصبح واردا. باشا الكل بيسأل هذا السؤال، متى من نتوقع تخفيف هذه الإجراءات؟ إلى متى سننتظر؟ البعض يقول ليش نظلنا للساعة 6 المساء؟ ليش ما يتم توسيعها أكثر، يكون في مساحة يعني أوسع من الوقت إلى الساعة 8 مثلا 9، خصوصا نحن في شهر رمضان المبارك؟ هنالك أكثر من رأي في هذا الموضوع. هنالك رأي يقول بأن إتاحة المرفق لأطول فترة ممكنة يخفف الازدحام عليه. وهناك رأي يقول بأن الوقت لا زال مبكرا للتخفيف. بشكل عام يرتبط التخفيف بمدى الالتزام، ومدى الالتزام أيضا يحتاج إلى اختبار معين ويحتاج إلى تخفيف تدريجي. ولكل مرحلة لكل حديث أوانه. في الأيام القادمة والأسابيع القادمة قد تتطور انتشار الوباء بشكل غير متوقع، ربما تتم بالسيطرة عليه بشكل أوسع، ربما يتزايد، ربما لكن يظلنا مسيطرين على أزمة متسارعة، ولا يمكن أن نخطط لأكثر من أسبوع قادم لا نستبق الأحداث. يعني لسنا مضطرين لاستباق الأحداث. جمال باشا إذا ظلت الأرقام صفرية إن شاء الله لعدة أيام أخرى، قد يكون هناك إجراءات أخرى بحسب الوضع الوبائي في المملكة. لا شك أن تقييم الوضع الصحي ومدى تأثيره هو من اختصاص وزارة الصحة. نحن نستشير وزارة الصحة في اللحظة التي تطمئن بها وزارة الصحة بالشكل الكامل بأن ذلك يعني وقف أو تقليص انتشار الوباء لحدود مقبولة، فأنه سيتبع ذلك بالضرورة إجراءات تخفيفية. طيب جمال باشا، نتحدث كما قلت عن الوضع الحالي الآن. إن شاء الله يوم الثلاثاء يعود طلابنا من الخارج إن شاء الله سالمين غانمين إلى أرض الوطن، بالتالي دور إدارة الأزمات في هذه النقطة بالتحديد. لدينا آلاف الطلبة في الخارج سوف يعودون ضمن إجراءات سلامة صارمة. تفضل.
هنالك خطة معدة أعدتها خلية الأزمة في إدارة الأزمات. هذه الخطة تأخذ بالحسبان مختلف الفرضيات، كما وتأخذ المخاطر. من ضمن المخاطر أن نضطر إلى استقبال أعداد كبيرة من القادمين بما يفوق قدراتنا اللوجستية والطبية، وقد يكون نقص في المعلومات عن البلدان الموبوءة، وقد يكون عدم تقيد المحجور عليهم بشروط الحجر. هذه المخاطر أيضا تم أخذها بعين الاعتبار، وهنالك استجابات وجهود استجابة معدة إليها. كما علمت بأنه ليس هناك مجال لترك أي جزئية من تلك الخطة للصدف. كل شيء مدروس. أعد مدروس، وكل شيء له حساب، وخلية الأزمة تعمل ليل نهار بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومن داخل المركز، وبتوجيهات مباشرة من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة. وتعلمنا من التجربة السابقة لعودة المسافرين، 5000 مسافر اللي عادوا منذ بداية الأزمة باشا. طبعا هنالك لا شك بأن كل خطوة، أي صفحة من صفحات هذه الأزمة لها دروسها المستفادة. بالتأكيد التغذية الراجعة مهمة جدا بالنسبة لنا. نحن نتوقع أن يكون هناك التزام كبير من قبل المواطنين ومن قبل المحجور عليهم. كل النقاط التي برزت في التجربة السابقة سيتم تلافيها في الأيام القادمة إن شاء الله. طب يعني باشا، أنت حدثت عن نقطة في غاية الأهمية، التغذية الراجعة للمركز الوطني إدارة الأزمات. الآن هذه التغذية هل تأخذون من المواطنين ملاحظاتهم على كل القرارات التي تصدر من المركز الوطني لإدارة الأزمات، وتقومون بتنقيحها وبالتالي الخروج بأفضل القرارات بشكل مستمر ضمن إعادة التفكير بهذه القرارات واتخاذ قرارات أخرى بناء على التغذية الراجعة؟ نحن نعتمد التغذية الراجعة بشكل عام لغايات التخطيط وتصحيح المسارات. أي استراتيجية تحتاج إلى تغذية راجعة. نعتمد، لدينا وحدة للاستجابة الإعلامية، وحدة نشطة تزودنا بكل ما يصدر في وسائل الإعلام وشكاوى المواطنين ورأي القطاع الخاص. والتغذية الراجعة ليست بالضرورة دائما شكاوى، بل هي ملاحظات أحيانا. نحن نتلقى ملاحظات من رجالات الوطن بغض النظر عن مواقعهم. نحن منفتحون على كل الملاحظات ويتم أخذها بعين الاعتبار، تصحيح المسار باستمرار. هذه أزمة الكورونا بحد ذاتها كانت مفاجأة للبشرية كلها. وبالتالي مهما كان التخطيط السابق لا يمكن أن يغطي مختلف جوانبها، وهذه الأزمة بالذات هي أكثر الأزمات حاجة للتغذية الراجعة، لأن كل شيء فيها جديد. واحنا شفنا بعض، يعني كانت الحكومة تتخذ قرار باشا انه مثلا يكون في رمضان الساعة 10 صباحا، ثم بعد ذلك يتم تمديد الساعة 8 صباحا كما حدث بعض القرارات. دليل على ذلك انه بياخذوا بالتغذية الراجعة من قبل حتى القطاعات، انه هذا القطاع يحتاج الى وقت اوسع من باقي القطاعات الاخرى. طيب باشا، بنتحدث الان عن موضوع امر الدفاع 10. متوقع امر الدفاع العاشر قريبا ان شاء الله، وذلك حسب ما جاءنا ضبط اجراءات السلام العامة وملاحقة المخالفين. في عندك تحكي لنا عن بعض ملامح هذا الأمر المتوقع؟ في البداية نحن نعول على التزام المواطن طوعا بإجراءات السلامة العامة والإجراءات الصحية، ولكن كما قد يتضمن أمر الدفاع رقم 10 عقوبات معينة على أي مواطن يتجاوز أو يخالف تعليمات السلامة العامة، والتي من أبرزها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وأدوات الوقاية المختلفة، وتجريم هذا السلوك وإيقاع عقوبات بكل من يخالف. هذه العقوبات تبدأ بالغرامة، وربما تصل الغرامة والسجن في حال التكرار. الغاية من هذه العقوبات هي تجريم أي تعديات على إجراءات السلامة العامة، ونأمل أن يتم التقيد بها طوعاً، وبحيث تصبح منظومة مستدامة ليس للكورونا فقط. كما لاحظنا بأن
الأزمة أفرزت ممارسات اجتماعية جيدة جدا ومفيدة، ليس للكورونا لا أكثر، العالم مليء بالأوبئة صح، ولكن للمستقبل، ولم يكن منها أي فائدة. التقارب والازدحام مكروه في كل الحضارات، يعني صارت عادات وتقاليد أن الكل ما عم بيسلم بالطريقة هاي، والكل بتباعد اجتماعيا، والكل عم بيتبع تعليمات. إحنا في رهان باشا على وعي المواطن كما قلت قبل موضوع العقوبات. والله الوعي المواطن الأردني لحد لغاية الآن هنالك التزام نسبيا جيد نسبيا جيد، ومن الملاحظ بأن الالتزام اليوم أفضل من الأمس، وغدا أفضل من اليوم. هنالك تقدم وهنالك قناعة، والنجاح الذي حققه الأردن على مستوى العالم هو ليس فقط الإجراءات، أيضا هو نجاح للمواطن الأردني. صحيح، بدي أشكرك جزيل الشكر جمال باشا المضاعين، المستشار الأول للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. باشا يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا على هذه الفرصة وضحنا فيها. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، بارك الله فيك، يعطيك العافية.